اللي حصل في المباراه امبارح، ولكن خلينا نعرف من احد رموز النادي الاهلي واحد رموز الكاف ايضا من وجهه نظر يعني كابتن شطه، ايه اللي ممكن يحصل في حاله النادي الاسماعيلي؟ يا كابتن شطه ازي حضرتك؟ اهلا اهلا كابتن سلام، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ الله يكرمك، اهلا وسهلا في ضيوفك. الحمد لله يا كابتن كله تمام. يعني كابتن شطه عايز اسال حضرتك فيما حدث امبارح في اسماعيليه والغاء المباراه، من المتوقع ان تحدث عقوبات على النادي الاسماعيلي، ممكن حضرتك تقول لنا ايه هي هذه العقوبات اللي ممكن تحدث؟ وهل حدثت قبل كده ولا لا؟ حدثت كتير طبعا، الشغف في الملاعب وحدث الضوء وزلزله الميه والشماريخ دي حاجه عقوبات تقريبا متداوله يعني. بس طبعا امبارح هي يعني زعلانين بس عشان انه المظهر العام الحقيقه ما كانش كويس، وبعدين الاسماعيلي نادي كبير طبعا، هذه حقيقه يعني برضه المفروض يبقى قدوه في افريقيا، لكن طبعا الظروف اللي مر بها النادي خلت الجماهير هي انفعلت، الخساره اللي كانت ما يعني الخساره في الدوري والخساره اللي حصلت، والحكم برضه كان يعني اثار الجمهور بشكل حقيقي فظيع، فطبعا الجمهور تقريبا خلى الحاجه موقف المباراه يعني، فبالتالي العقوبه يعني اللي هي اللائحه بتقولها انه الاسماعيلي هيبقى خسران يعني، وهيضطر المباراه دي كل المباريات القادمه تستبعد من الملعب، ممكن تبقى بعدد مباريات، ممكن تبقى بفتره معينه 6 شهور سنه على حسب بس يعني لا. النادي الاسماعيلي يلعب في البطوله نفسها لكن مش هيلعب في الاسماعيليه، مش هيلعب في الاسماعيليه، دي العقوبه الاولى انه الملعب هيلعب خارج ملعبه تقريبا، نعم، وهيوقف الملعب وهيعتبره خسران، لكن الحقيقه الموقف اللي شفته انا في التلفزيون ما فيش اعتداءات، ما فيش يعني كانت امور خارجه عن الـ عن الـ عن الـ الاطار اللي هي اعتداء او شغب دخل الملعب او دخل الملعب، لا كانت كلها عباره عن الجمهور ما كانش ملتزم باللوائح، وانا شايف العقوبه هتكون عقوبه بس حرمان اللعب في الملعب، مش هتتعدى ان يكون هناك حرمان انه ما يواصلش في المجموعه. يعني نتمنى كده، نتمنى طبعا ان النادي الاسماعيلي يكمل في هذه البطوله، في النهايه هو ممثل لكره القدم المصريه في هذه البطوله. طب كابتن شطه، هل ده من الممكن ان يؤثر على ان اتحاد كره القدم يختار الاسماعيليه كمحافظه لتنظيم كاس الامم، مجموعه يعني تنظم هناك في كاس الامم الافريقيه، ولا حضرتك شايف ان لا ممكن جدا ما فيش اي مشكله؟ والله يا كابتن سلام، طبعا شايف ان موضوع الجماهير في المباريات الافريقيه مش هيكون لها يعني تاثير، لانه منتخب مصر ما بيلعبش هناك والاسماعيلي ما بيلعبش، وبالتالي هتكون في منتخبات يعني جماهيرها مش هتكون يعني جماهير افريقيه يعني في اعتداءات او في الجمهور المصري يعني مش هيكون مؤثر فيها بشكل مباشر يعني، لانها هتكون فيها منتخبات مثلا ممكن موريتانيا مع مدغشقر، ممكن مثلا المنتخبات اللي هتوصل يعني هتجد فيها الجماهير مش هتكون كبيره، هتخلي يعني يحصل حاجه يعني ممكن يحصل فيها اعتداء، فبالتالي انا متوقع انه يعني الملعب هيكون يعني موجود في الحياه 6 ملاعب اللي هي اتفق عليها الاتحاد المصري تقام عليها البطوله. طيب يعني نتمنى برضو الحقيقه، لانه اسماعيليه امبارح القله من جمهور النادي الاسماعيلي عمل بعض خرج عن النص يعني في المباراه، وفي النهايه مش هتيجي على جمهور الاسماعيليه كله عشان خاطر قله. والله يا كابتن استاذ، انا عرفت يا كابتن استاذ حتى عدد الجماهير اللي كانوا عاملين ما يزيدوش عن 30 40 واحد يعني. وبالتالي طبعا يعني يعني مش كل الاستاد يعني مش كل الامور يعني، بس كان كلها يعني الحقيقه، وكونه منعوا المساعد الحكم منه عشان كل ما يجي في مساعد الحكم فبيرخوا عليه طوب وازازه ميه، فبالتالي يعني انا بعتقد انه ده شغب ملعب بحرمان النادي من النقاط الثلاثه، وانه ما يلعبش على ملعبه لفتره معينه قد تمتد مثلا 4 مباريات او ممكن فتره معينه تحدد من خلال تقرير الحكم مراقب المباراه. من الممكن ان ده يظهر امتى يا كابتن؟ يعني التوقيت اللي هيظهر فيه العقوبات على النادي الاسماعيلي امتى؟ لا دي هتكون فوريه، لانها انت عارف الدوري المجموعات ده بيبقى سريع يعني ورا بعض وكده، مظبوط، فبالتالي محتاجين ياخدوا قرار بسرعه عشان الاسماعيلي عنده ماتشات جايه لسه. وممكن يكون في خلال اسبوع 10 ايام.
على الاقل قبل المباراه الثانيه بتاعته اللي هيلعبها الهلال المباراه القادمه بتاعته على الاقل يعني. طب ليه يا كابتن مثلا العقوبات بتاعت مباراه الترجي والاهلي ما ظهرتش الا بعديها بشهر شهر ونص مثلا، في حين ان المباراه، ولا يمكن عشان الوقت قريب؟ والله طبعا يعني ده تحليلي ليها انها اتاخرت لانها كانت خلاص حسمت الامور، وانه الترجي تاهل والاهلي طبعا يعني يعني خدوها على مهلهم لانها ما كانش في استمرار في البطوله، ما كانش في استمرار في مباريات اخرى. لكن طبعا يعني انا اعتقد ان هذا لا يليق انك انت تعمل عقوبه 24 ساعه وتاخر عقوبه شهرين، هذا لا يليق. يعني المفروض الاتحاد الافريقي لجان تكون قادره على ان تاخذ القرارات، يكون في شفافيه وعدل، ما يبقاش في قرارات تؤخذ من المصلحه، وخصوصا ان النادي الاهلي ما استفادش من العقوبه. بالظبط كده، هي دي النقطه اللي كنت هتكلم مع حضرتك فيها، ان النادي الاهلي لم يستفيد. يعني هي عقوبه قد وقعت بالفعل، ولكن لم يستفد النادي الاهلي من هذه العقوبه، على الرغم من هو كان الطرف الثاني. يعني انا بقول عموما عقوبات اللعيبه وايقافاتها دي دايما بتستفيد منها الفرقه الثانيه. يعني دايما لما يكون الاهلي بيلعب مع فريق ومثلا يطلع اللعيب من الفريق الثاني، اللي بيستفيد الفريق اللي هيلعب بعد كده، دي حاجه طبعا طبيعيه. بس احنا بنقول ان يكون في عدل على الاقل، عشان ما يبقاش في يعني نتساءل لماذا وليه هنا كان اجتماع سريع وليه الاجتماع هنا اخذ وقت كبير وكده. فاتمنى انه لجان الاتحاد الافريقي الانضباطيه دي انها تاخذ القرارات بسرعه، لانها يعني مش هتكلفها حاجه. يعني هو الضرر اذا كان تم خلال ثلاث ايام او اربع ايام او اسبوع. فده انا رايي، يعني انا اعتقد انه مستقبلا يجب على الاتحاد الافريقي ان تكون القرارات سريعه ويبقى تبقى عشان الفرق تتساوى وما يكونش هناك اي نوع تحامل على فريق او نادي الاخر. يعني دي حاجه انا حقيقه اطالب بها ان شاء الله. كابتن شطة، ما حدث في مباراه الاسماعيلي امس من الممكن ان يؤثر على شكل تنظيم مصر خلال الفتره القادمه، ولا شايف ان هو حدث عارض وعدى؟ ده موقف بسيط، شغل ملاعب وكده وبيحسم كده، وانا بعتقد انه لن يؤثر تاثير مباشر، غير انه بس طبعا الاتحاد المصري طبعا هيبلغ الاتحاد الافريقي انه هيكون حريص جدا على انه يكون في نوع من الانضباط وكده. لكن دي بطوله كبيره جدا، مش هتقف عشان خاطر شغف بالمباراه وجماهير طبعا 20-30 واحد يعني. نعم، اذا تعدد بالازايز وكده في كل شمال افريقيا كله، في نيجيريا وفي غانا، وانا اذكر في كوت ديفوار كان في ارتداءات والمدرج وقع والجماهير يعني عملت شغب كبير جدا، وما كانش في استبعاد يعني مش ممكن استبعد بطوله كبيره عشان خاطر موقف قله من الجماهير. انا اشك في ذلك يا كابتن اسلام. يعني طمنتنا برضو يا كابتن شطه، ودايما معانا. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شطه على وجودك معانا. كابتن شطه النجم الكبير كان معانا طبعا.